نرمين دائما نحن حريصين ضمن صباحاتنا نضل نضوي على موضوع الحرف التراثية ونحكي دائما قد ايه اليوم مهم انه نحافظ عليها برغم هذا التطور ورغم العمران ورغم الحداثة. صحيحة رشا، ومو بس نحافظ عليها دائما لما عم يجي او العنوان انه نحن نحافظ عليها عم يكون عم يطرح موضوع التجديد، قديش نحن فينا نحافظ على هذا التراث وعلى الحرف اللي موجودة ونجدد عليها. اليوم وضمن أول صباحاتنا وضمن فقرتنا الأولى رح يكون ضيفنا لليوم الأستاذ عدنان تنبكجي شيخ كار الفنون النحاسية والتشكيلية. رح نحكي اليوم عن المؤتمر الحداثة والتجديد في التراث العربي اللي انطلق نهار الأحد الماضي في كلية الآداب والعلوم الإنسانية. هذا المؤتمر ضمن عدد من الفعاليات، وكان في ضمن المؤتمر معرض شامل لعشرات من الحرف التقليدية. رح نحكي أكثر مع ضيفنا عن المؤتمر، عن الإقبال وعن موضوع الحداثة ضمن التراث السوري. يسعد صباحك. صباح الخير. أهلا وسهلا. صباح الخير. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. قبل ما ننتقل أو نحكي بموضوع تكريم حضرتك، خلينا نعرف أكثر المشاهدين عن هذا المؤتمر، عن فكرته وعن الجديد اللي حمله. يسعد صباحك. طبعا هون حضرتك عم تحكي كصفتك مشارك. إيه كمشارك. طبعا. أنا لست منظم. طبعا برعايه جامعه دمشق بالتشارك مع اتحاد كتاب العرب واتحاد العام للحرفيين اقيم هذا المعرض ب 16/10 بجامعه دمشق بكليه الاداب. كليه الاداب، وكان المفروض انه يضل يوم 20 الشهر نظرا للاقبال الشديد. اليوم اخر يوم مددوا لنا اياه لهذا اليوم. الحمد لله كان اقبال جيد جدا، واليوم ان شاء الله وختامه مسك. نتشكر الرفيق خالد الحلبوني رئيس جامعة دمشق، الرفيق خالد الحلبوني وأمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي بجامعة دمشق، والدكتور كمان رئيس جامعة دمشق محمد أسامة جبان، والسيد رئيس اتحاد الكتاب العرب محمد الفوراني، والأستاذ ناجي الحضوي كمان رئيس اتحاد العام للحرفيين. وبشكر كل زملائنا الحرفيين على هذا المهرجان المعرض الرائع اللي بيكون فيه تعاون مشترك وفي ربط بين الجامعة وبين الحرفيين. الحقيقة إقبال كتير كبير، ومن خلال هذا المعرض كان في مهرجان مؤتمر بيوضح في الرؤية كيف آلية الربط بين شباب اليوم وبين الحرفيين. احنا بناخذ تبادل معلومات، يعني بنعطيهم احنا المعلومة العملية، واكيد راح نستفيد مثل ما بنفيد بالمعلومه العمليه بنستفاد بالمعلومه العلميه من خلال الزوار، ممكن طبيب او دكتور جامعه او الزوار او طلاب الجامعه. كمان عم يصير احنا مناقشات، بنتساءل كثير عن بعض الحرف اليدويه كيف اليه العمل، شلون هي التحفه صارت. في بعض الحرف ما بتتبادل لذهنهم لطلاب الجامعه نظرا لانه ما لهم متواجدين فيها، ما لهم يعني هن عم يزوروا الحرفيين. هذا المكان اللي احنا اجينا ضيوف لعندهم بهذا المكان تبعهم، هذا المكان المقدس، وعم نعرض فيها الحرف اليدويه تبعنا، وبصير مساءلات كثير حلوه وبننبسط احنا. وهيك التعليمات انه احنا ما نبخل بالمعلومه وقت احنا بنتساءل عليها ونحكيها ببساطه وهن حيستوعبوها، واكيد رح نحن نستفيد بمعلوماتهم العمليه. وهي النقطه كثير مهمه. اليوم جيلين في تبادل خبرات، اليوم عم نحكي طبعا بين جيلين، يعني بين حداثي وبين تراث، فكتير مهم اليوم تبادل الخبرات ان كان بالمؤتمرات ان كان بالمعارض. خلينا نحكي عن موضوع التكريم. اول شيء قد ايه بيعني لك بشكل شخصي اليوم وقت اللي انت بعد جهد وبعد تعب ان كان بشكل عام، يعني اعمالك ما شاء الله عليك حاضنه الدمر تشهد لك دائما بكل شيء عم تساوي. نحكي عن تكريمك كحرفي ضمن المؤتمر. والله تكريم انا بصراحه برفع راسي فيه، وبتمنى لكل زملائي الحرفيين ولكل مجتهد النصيب الحمد لله. هذا التكريم بيعني لي كثير. اول شيء مكان وقيمه المكان. انا تكرمت كثير، لكن هذا المكان اللي تكرمت فيه بجامعه دمشق على المدرج، مدرج جديد كمان افتتحوه بوجودنا بالمهرجان تبعنا، يعني شعور كثير كثير حلو. عم بتكرم قدام قامات وطنية وقامات كمان عربية، لأنه بهذا المؤتمر كمان إجانا من جامعة، من كل جامعات سوريا بالإضافة إلى جامعات من العراق ومن لبنان. بيعني لي أنه بيعطيني العزيمة على الاستمرار، بيعطيني أنه أنا أبذل جهد أكثر. هون مثل ما أنه الواحد تعب وأخذ حقه،
لذلك انه انا عم بيعطيني طاقه كثير حلوه. النجاح حلو والمحافظه على النجاح هو اصعب. صحيح. كثير صعب انه تحافظي على النجاح، لكن بالاصرار وبالعزيمه وبالتعاون، لانه الواحد لحاله ما بيقدر. نحن انا فريق عمل، بالتعاون عم نصل لاهدافنا والحمد لله. وبهذا المؤتمر حققت الاهداف المطلوبه الجامعه وكليه الاداب. نحن بنوجه الشكر الكبير للدكتور عمار النهار والباحث خالد فياض، اللي فعلا فعلا انا شفت شلون عم يسهروا الليالي على انجاح هي الفعاليه الكبيره. وكمان رئيس مدير كليه الاداب، كمان الاستاذ او الدكتور عدنان مسلم عميد الكليه، وعد انه هذا المهرجان يكون سنوي، ومو بس اعطانا هذا الانجاز او اعطانا مكرمه منه انه يكون سنوي، كمان اعطانا انه بيصير خلال فتره السنه بفترات متقطعه انه يصير مهرجانات مصغره او معارض مصغره، يعني في تخصص مثلا الموزايك بهذا الشهر، الشهر اللي بعده بالنحاسيات، وهكذا بتصير احياء للحرف التراثيه. الغايه من هذا المهرجان كمان الحفاظ على الحرف التراثيه من الاندثار، تسليط الضوء عليها من خلال طلاب الجامعه وطالبات الجامعه. ناخذ معلومات كثير منهم مهمه وعمليه وعلميه، مثل ما قلت لك نحن بنتبادل الثقافات احنا وياهم، نشر الوعي الثقافي الحرفي بهذا الجيل اللي نحن الامل كله عليه. تمام. خلينا هيك نكون يعني اكثر باجواء المعرض ونحكي عن حاله التفاعل اللي ذكرتها حضرتك بينكم كحرفيين اليوم وبين الطلاب. نعرف احنا قديش دائما بالجامعه رغم أهمية المعلومات اللي يعني بناخدها، بس هي معلومات بتبقى أكاديمية أو نظرية. نعم. عندكم العملي كله عم بيكون، فخلينا نحكي عن حالة التفاعل. شو اللي لفتك أكثر شيء خلال أيام المعرض؟ صار موقف أو قصة معينة ممكن تذكر لنا إياها؟ والله أول بحكي لك طرفة، إنه أنا عندي مراية، يعني صاروا يسموني بدل اسمي محل أو جناح أبو مراية فرضاً. هي أنا بتضحكني لأنه في عندي هاي المراية بيجوا كثير بيتصوروا قدام الصبايا. أكيد أكيد مميزة، يعني اليوم لحتى نحن لقب معناتها في شيء مميز بالقصة. في شيء مميز، إيه. وبالإضافة إلى طقم سيت من الشطرنج وكرسيين كمان أنا أخذت عليهم جائزة الإبداع، حكينا عنهم هلا، لفتوا الأنظار. في عندنا كمان مواضيع جديدة، الأول حداثة. موضوع الحداثة طبعا خطوط حمراء على التراث السوري في الماضي، لكن في حداثة نحن بدنا نمشي ونعاصر موضوع الحداثة. في عنا ربط بين حرفتين وثلاثة مع بعضهم عم يكون هذا له توصيق. استفدنا انه نحن كل عمل لازم نوثقه سواء بالتصوير. التحية الكبيرة لكم كمان، انتم على طول مواكبينا بكل شيء نحن عم نساوي، يعني انتم لحالكم ما شاء الله الاخبارية السورية وكل القنوات وكل الاعلاميين عم يوثقونا عملنا، هذا دخل التاريخ العمل. يعني هون نحن بنطمئن، ما عاد في خوف على تراثنا المهدد بكثير من الحرق من الاندثار والانقراض. اليوم الجيل هذا وقت عم يحب هذا التراث وعم يصير آلية تعاون وبصير معارض وبصير دورات مكثفة، احنا ان شاء الله بنكون انه وصلت رسالتنا انه يكون موضوعنا بالحرف التراثيه بخير. طيب استاذ، اليوم يعني برايك الشخصي، اليوم نحن عم نحكي اليوم بشكل شخصي كحرفي وكمشارك وتم تكريمك ضمن المؤتمر، بشوف انه اليوم هدول المؤتمرات والمعارض هي كفيله لابقاء التراث السوري او لا نحن بحاجه لشيء اكثر من هدول القصص؟ الحقيقه هي لوحدها، يعني انا ما بيكفي انه انا صار المعرض، لكن انا بدي كمان شو الجديد؟ شو الجديد؟ كيف حافظت على الحرفه؟ كيف انا بدي واكب العصر؟ شو الحداثه اللي نحن عم تواكبنا؟ يعني احنا بدنا نضل محافظين على الماضي. طيب هيك مستوى شخصي اليوم كعدنان تنبكجي، اليوم انت كيف قادر تحافظ على هذا التراث؟ رقم واحد التعليم، وما نبخل بأي سؤال. أنا بيجوني على الورشة بتسأل كثير أسئلة وأنا بجاوب بكل شفافية، لأنه أنا بنبسط فيما بعد المعلومة هي وصلت لشخص ما وهو أوريدي ذكر اسمي، والله أنا تعلمت من عدنان تنبكجي شيخ الكار بهي المعلومة، تنظيف النحاس مثلا، تنظيف التريا، كيف بدي حافظ على قطعة قديمة أنا زهقان منها وبدي واكبها وعملها تحديث وخليها عندي مشان ما أخسر أنا قيمتها المادية والمعنوية. يعني هون نحن بنلعب دور كبير، وكمان موضوع التعليم عم نلعب دور. الجيل الجديد اليوم
بشجع على انه يتابع هذا التراث المجد، تراث الاباء والاجداد، لانه اذا عم نركض على الماده هذا الموضوع كمان مو بس نحن عمل وطني نابع فينا بالشرايين تبعنا، كمان بيعطيه ماده وكلياتنا اليوم بحاجه انه نتابع الوضع الاقتصادي. الحرفه اليوم ما بتخلي ما في حرفي فقير بسوريا، الحرفي اليوم بايديه الحرير عم يكون غني بالمعنويات، غني بالعطاءات، غني بانه ياخذ كمان مردود مادي جيد على اي تحفه فنيه بيسويها. رغم كل التفاوت اليوم بالاسعار بالمواد الخام، هلا هذا رايي الشخصي، الحرفي ما له فقير، عنده عطاءات مستمره ولازم تكون عنده امكانيات، لانه هي التحفه مطلوبه بسوريا وبرات سوريا، كل انواع الحرف اليدويه بسوريا مطلوبه عالميا. صحيح، وخصوصا لما نحكي نحن عن الحرفية السورية اللي معروف انه ايديه بتتقل بالذهب مثل ما بيقولوا، والقطع اللي بتطلع من تحت ايديه يعني هي بتكون تستاهل شو ما كان ثمنها، بتستاهل عالميه، قطعه فنيه فعلا عالميه مطلوبه لحد الان بكل الظروف. يعني اكبر دليل احنا لا سمح الله بتعرفي في بعض الناس راحت ورشاتهم، عمروا ورشات جديده، بنوا ورشات جديدة، هذا لأنه عنده هون الكمبيوتر وإيدي الحرير هن اللي لسه ما زالوا أنه عم يعطوا ويعطوا، لسه عم يعطوا جديد بتاريخ الأصالة، بتاريخ القديم، بتاريخ المجد. بس من زمان نيرمين كان يقولوا ما في شيخ كارو بيعطي سره الكامل، صح أو لا؟ هذا الحكي والله مو للكل، بس لحنا التعليمات من الأستاذ ناجي الحضوي يعني أنه لازم نعطي كل واحد عنده معلومة لازم يعطي ولازم يعلم، وما في شيء مخبى اليوم، يعني اليوم ما في معلومة تخبى. أنا بدي أزور عملي، طيب كيف هذا العمل صار؟ إذا أنا خبيت أنا ضريت نفسي، لكن القوي والمتمكن والحرف الشاطر بعطي كل المعلومات. شيء بيميز كل حدا عن حدا شان التميز. برافو عليك، يعني هذا التميز، وقت غير يساوى هاي القطعة وخلاص أنا في توثيق. اليوم عم نركض على التوثيق، رقم واحد مين ساوى القطعة كذا، هي التحفة ساواها فلان زيد من الناس، إجا فلان قال لدا أنت ساوي أحسن، صير تنافس شريف ومغلق. هلأ هون دائما كمان بنحكي عن روح القطعة يلي بتكون، فهي أكيد يعني صعب استنساخها، يعني حتى لو تقلدت فبتكون أكيد فريدة. ذكرت خلال حديثك اليوم عن حرف سورية مهددة بالزوال إذا فينا نقول، خلينا نذكر شو هي أكثر الحرف اليوم يلي برأيك بدها رعاية، بدها اهتمام أكثر وتسليط الضوء عليها. هلا عنا بصراحة عم يكون تواجد خجول جدا لبعض الحرف، منها الموضوع البروكار والنور، النول، منها الحرير يعني كمان عم يكون خفيف، وفي عنا موضوع تكفيت النحاس، تكفيت النحاس كمان لازم يكون أقوى من هيك، وبده رعاية وبده دعم، وهذا القطعة الصغيرة أحيانا بتاخد مجهود فكري وعضلي نوعا ما بيستمر للقطعة ممكن شهر. عم نشوف نستعرض اليوم التكريم، وقلنا نحن اليوم قد هذا التكريم مهم، يعني مهم معنويا جدا، يعني مثل ما قلنا انت بتصير امام مسؤوليه لاكمال هي المسيره. اليوم بشكل عام شو الرساله اليوم انت دخلت فيها للمؤتمر وحابب انك اليوم هيك عن طريق شاشه الاخباريه تحكي عنها؟ الحقيقه اللي ساوته جامعه دمشق كليه الاداب حصرا او تحديدا عم يسمعوا عليه جامعات كثيره، جامعات كثيره، ما سبق انه في جامعات قبل هلا انه كرمت حرفي، على طول الحرفي يعني بكل دول العالم عم يكون مثلا هذا الانسان البسيط مبدع، بس ما عم يتواجد بمكان عملاق، مكان مثل جامعات انه يتكرم حرفي، صار بجامعه دمشق كليه الاداب. التكريم مثل ما قلنا انه كثير بيعني لي، صار عندي طاقة كثير حلوة ما بتتصوري، قديش الواحد تعبان وبيكون بشوق مثلا واحد من ابنائه او صحيح. امه وابوه بعاد عنه ومغتربين واجا لقاه هون، هذا التكريم عنالي كثير، انه انا صار عندي طاقات كثيرة، صار عندي اصرار وعزيمة على انه ساوي جديد بتاريخ قديم، تابع ما ابخل بالمعلومة، وانا على طول بطمح على انه ما بيكتفي بهذا التكريم، كمان ان شاء الله الواحد اذا عنده طموح، لا وهيك الانسان السوري اساسا مو بس الحرفيين عنده طموح مستمر، عنده روحانيه بالتجدد، وان شاء الله يا رب بتكون معارض قادمه وننتقل احنا اساسا بالمعارض العالميه كمان ناخذ انجازات.
تمام. خلينا نحكي هيك ولو بالوقت المتبقي عن مشاريعكم المستقبلية اليوم، بعد كل خطوة بتصير، بعد كل تكريم بتصير، بعد كل معرض أو مؤتمر بتتولد أفكار جديدة. صحيح. لنحافظ أكثر على الحراف لحتى نفيد غيرنا، خلينا نحكي عليهم. هلا أنا بالنسبة لي كفريق عملي بوجه له كل التحية لكل أفراد الفريق، الأستاذ هيثم تنبرجي مهندس كمان مسؤول عن التصاميم، والفنان بسام تنبرجي وأخي هشام تنبرجي كمان. لحنا عنا جديد ما شاء الله العيلة كلها العيلة تقريبا كلهم بحبوا، يعني منشجع بعض احيانا، باخذ معلومه ناقصتني. شيوخ تكار كلهم هيك اليوم على نفس المستوى؟ لا مو شيوخ تكار. هلا المهندس هيثم بيفيدنا بموضوع التصاميم، بسام تنبكجي بالرسم، اخي كمان بموضوع تخصصات نعم. تمام. بهذا الفريق احيانا في تخصصات، احنا عده ورشات بتتجانس مع بعض البعض بتحاول تكون هذا المنتج، هل بيمر بمراحل كثيره. بكل معرض احنا بنقعد نعمل اجتماع مصغر، بنشجع بعضنا البعض، احنا نعرض صار هاي المعروضات بهي القطعه، بدنا نعرضها بالمعرض القادم ولو كان قريب، لازم احنا نجدد او نساوي منتج جديد. الجديد بالموضوع انه احنا عم نشارك باكثر من عمل مع بعضنا البعض، مو شرط انا يكون عملي، يعني انا مثلا بالنح غير موضوع، هلا ساوينا براويز بين النحاس وادخال عليها موضوع قماش البروكار، كمان موضوع احياء البروكار، ساوينا موضوع الشطرنج، اكثر من ورشه تداخلت مع بعض البعض. انا الموزايك مو اختصاصي، ممكن نعمل له الرقعه من الموزايك او تنزيل الصدف. كل فتره حتى نستمر بموضوع النجاح، بنهايه كل معرض او بكل مؤتمر بنقعد وبنتشاور وبنكتب وبنوثق وبنعمل برنامج على الاليه تبع المراحل القادمه، لازم يكون في جديد. ان شاء الله كل الخير لكم والتوفيق لحضراتكم. يعني ذكرنا هيك نقاط اساسيه عن المؤتمر وشو ضمن التفاصيل، بس في هيك نقطه دائما احنا وقت بنقول في دعوه لمؤتمر او دعوه شيء عن المعرض، يمكن يوم انا بروح على المعرض بيلفتني القطعه الحلوه، بتاخذ من وقتي من محبتي يعني، ولكن دائما وقت بتقول معرض او ندوه او محاضره قلت لك العالم خلاص يعني انه اوف من الآخر يعني. فاليوم شو اللي تميز بهذا المعرض؟ يعني إن الإقبال كان حلو، ولكن يعني أنا بقعد بسمع وبفهم شو عم ينحكى، أو حسيت إنه اليوم كان الحضور إنه بس لأنه في دعوة للناس. هلا إحنا تجاوزنا الموضوع إنه نجيب الناس، إحنا رحنا لعندهم ضيوف، المكان مزدحم باستمرار، ما بالك يجي شيء يزين هذا المكان. ثاني شيء لابد ما يكون كثير من الناس هلا بيتكاسل يروح المكان، إحنا وتواجدنا عندهم شافوا قطعة ما متذكرينها، شافوا البروكر ما متذكرينه، شافوا الصاية ما متذكرينها، وعم يشوفوا هذا النسيج المتجانس، عم يشوفوا لوحات الفسيفساء بين الحرفيين، وإجباري بده يسأل. يعني اليوم إحنا بشكل عام كل حرفي لابد ما يكون كل ساعة بده يمر عليه أقل شيء 40-50 سؤال من الصبايا ومن الشباب المتواجدين. هاي الصبية قطعة ما شايفتها أول أو لا ولا ببالها، شافتها صارت تعمل أفق بذهنها، هل يا ترى أنا بدي شجع أخي، هل يا ترى أنا بشتغل على هاي القطعة. وفي ناس سجلت وأخذت أرقام، بدلنا الأرقام على أنه في شغل بده يصير وتعاون ودورات، يعني بدهم نساوي دورات. هلا شجعونا، انا واثق انه هلا الدورات القادمه حيكون الكم الاكبر من جامعه دمشق. تسويقيا استاذ عدنان اليوم في تسويق طبعا، حركه السوق السوريه يعني احنا احياء اليوم للتسويق، لانه في عندك اسواق جامده. هذا الاحياء 30-40 الف شخص وقت عم يزوروا هذا المكان، هذا رائع جدا، حققنا الغايات المطلوبة وهذا المهم مثل ما قلت اليوم إنعاش الحركة الاقتصادية ضمن البلد وضمن الظروف اللي عم نعيشها. نتشكر حضورك ونتمنى لكم كل الخير والتوفيق أستاذ عدنان، يا هلا. تسلمي، شكرا، شكرا كثير لك.